السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله نقدم لكم هذه الحلوه هذه اللي بلا فران بنيس لي. غنخلي لكم الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف ونصاوبتو في الدار. نتمنى تعجبكم. بالنسبه للمكونات هنا عندي نيسلي، هذا صاوبتو في الدار، نيسلي منزلي. نخلي لكم الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف ان شاء الله، راني حطيتو في القناه. عندي هنا 200 غرام تقريبا ديال البسكوي، استعملت انا هذا هيرنيس. استعملوا اي بسكوي، المهم بسكوي يكون بلا شكلاط، كطحنوه حتى كيولي بهذا الشكل هذا. وكاضافات هنا، غير كاضافات هنا عندي القرقاع وعندي كاوكاو محمر. القرقاع غير هرستو، كان عندي واحد شويه القرقاع هرستو. عندي الكاكاو، كاكاو المر. المهم غنهرمش هذا القرقاع والكاوكاو ونتلاقى معكم ان شاء الله. صافي هما من بعد هرمشتهم بهذه الطريقه هذه. يعني الا بغيتو نتوما تطحنوهم كاع، يعني تيوليو بودره بحال هيرنيس، طحنوهم. غناخذ هيرنيس نديرو في واحد البول، ندير معاه هاد الكاوكاو وندير نيسلي. بالنسبه للنيسلي راكم غتشوفوا الطريقه ديالو، انا دايره فيه خلاص، نديره فيه سنيده ما غنزيدهاش. نيسلي حلو، كديروا القياس ديالكم. بالنسبه ليا انا هاد القياس هذا هو اللي غيكفيني. كنخلطهم مزيان ونخلطهم ونتلاقى معكم ان شاء الله. صافي من بعد ما كنخلطها مزيان ضفت لها حتى الكاكاو. انا بالنسبه ليا كنوريكم هنا كيفاش الا بغيتو تشكلوها بشي طابع. كديروا غير كويرات وديروا الطابع اللي بغيتي، وبحال هذا الورده ساهل، يمكن لكم كاع ديروا وسط منه الشكلاط ولا بهذا الطابع هذا، يعني اي طابع بغيتي وانتم تصاوبوا به، ولا ديروهم غير على شكل هلال، اي شكل بغيتي. وبالنسبه ليا انا غنطلقوا بالمدلك الكره من هذا العجين هذا اللي صاوبت، وغنديروا بين جوج بلاستيكات بزاف. كنخلي فيه واحد جوج سنتيمتر بحال هكا، المهم نتوما على حسب كيفاش بغيتيه. الصراحه المذاق ديالو كيجي زوين بزاف، اللي ذاقو كيعجبو. نتمنى حتى نتوما تجربوه، يعني ساهل كيف كتشوفوا، ما كتحسوش فيه بشي حاجه ليا كثيره. كنحاول باش نقادلو حتى الجناب، نتوما شكلو كيف ما بغيتي. واخا ديروا كويرات وديروا تقيبه وسط منهم وتصاوبوا في وسط منهم الكراميل ولا الشكلاط ولا اي حاجه، اولا ما تضيفوا لهمش الكاكاو مثلا وتخليوا العجينه هكاك بيضه. المهم انا كملتها بالطابع، يعني كنطلقها وصابتها بهذا الطابع هذا ديال الفرفاره. نتمنى يعجبكم، الا عجبكم ما تنساوش لايك الفيديو واشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر، ولا جربتيوها ما تنساوش تقولوها في الكومنتار.